السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة، ومرحبا بكم جميعا. بالنسبة للمتتبعين الجدد لأول مرة تزوروا القناة، تنتمنى انكم تشتركوا في القناة فضلا وليس امرا، وذلك بالضغط على هذا الزر الاحمر كما تلاحظوا على الشاشة. من بعد ما تتكليكيو على هذا الزر الاحمر تتشاركوا معي في القناة وتتفعلوا هذا الجرس، يعني تتكليكيو على هذا الجرس ثم تتكليكيو على الكل. اما الا كليكيتو على عفوا على ما تبقى يعني ما يتوصلوش بالجديد. كيف ما تلاحظوا اخواتي، القناة افكار ملكة هي قناة متنوعة، يعني فيها كل ما يخص يعني الاعمال اليدوية، فيها اعمال يدوية، فيها اعادة التدوير، فيها الكروشيه، فيها الطرز، يعني هي متنوعة وتنتمنى ان تنال اعجابكم. وبالنسبة لليوم غادي يكون الفيديو مخالف، يعني غادي نوريكم بعض المشتريات اللي خديتهم من واحد الموقع أجنبي، خديتهم يعني تسوقت عبر الانترنت، والصراحة يعني منتوجات جد جد رائعة وبتأتمنة جد جد رخيصة رخيصة جدا. كيف ما تطلع دو أخواتي، هاد السنسلة يعني هي واحد الكاليتي زوينة 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 بزاف، ويعني خديتها دابا هادي الشهر باش وصلتني، وتت يعني بنتي لبساتها ويعني واخا دوش بها واخا كلشي بقات بنفس لاكاليتي، بنفس كيف ما جات كيف ما باقا. يعني هي اسين اوكسيدابل، وهي كاينين بزاف الاشكال، يعني ما كاينش غير هذا الشكل، هذا لي موتيف بحال هكا، يعني شكل فراشه، كاين قليبات، كاين بزاف بزاف داكشي زوين صراحه. وحتى السلسلة ديالها رقيقة، ماشي داك النوع الغليظ، يعني الا شفتيها ما تتفرقاش ما بينها وبين الذهب. بالنسبة للحلقات كيف ما تلاحظوا اخواتي، حتى هما يعني صغارين، يعني متحفين زوينين الصراحة، انا عجبوني صغارين تقريبا، يعني تقريبا شي نصف سنتيمتر تقريبا اللي فيهم، يعني ما كبارين، شي يجيو في الودينات زوينين، وتا هما بنفس لاكاليتي. وكاينين في الكاليتي، كاينين اللي تيكونوا هكذا في الدوري، وكاينين اللي في الارجونتي، وصراحه زوينين. وبالنسبه لهاد الكورميط اولا البراسلي، كيف ما تلاحظوا تاي من نفس التشكيله، يعني تا هما على شكل الفراشات وبنفس لاكاليتي، وزوينين الصراحه. يعني دابا عندي، دابا هادي شهر، اكثر من شهر تقريبا هما عندي، ولكن باقيين هما يعني، ولو ديرهم في يديك وتشقاي بهم وتغسلي بهم المعان وكلشي، الصراحه تيبقاو بنفس الجوده الصراحه زوينين، وباسمنه جد جد رخيصه. يعني غير هاد الكورميت تقريبا شي 10 دراهم، والسلسله تقريبا حتى هي شي 10 دراهم، والحلقات تقريبا شي 6 دراهم تقريبا. المهم في الاخير الفيديو غادي تشوفوا الاثمنه باكملها. بالنسبه لهذا المنتوج الثاني هو لا فيتامين او، يعني واحد انا خديته غير، يعني خديته غير على الله، قلت ربما يكون مزيان ربما ما يكونش مزيان، ولكن الصراحه مني جا هو بثمن جد جد رخيص، يعني تقريبا تكون شي 32 درهم، ولكن فيه 90 كبسوله، والجوده ديالو زوينه زعما صراحه عجبتني. يعني انا عندي البشره ديال، انا عندي البشره جافه، ولكن زوين، يعني فاش تديري على لابو ديالك تيوليو رطيبين. بالنسبه لهذا المنتوج الثالث، خديت هاد الفرشات يعني اللي تنظيف الوجه، وممكن تستعمل حتى الاطفال الصغار، يعني التربيات، يعني الرضع، تقدري تغسلي لهم شعرهم به، يعني الصراحه رطيبين بزاف، وفاش تغسلي بهم الوجه ديالك يعني تنقيو الوجه مزيان زوينين، يعني الصراحه تقدري ديريهم بحال الصابون ولا صابون ليكيد بحال هكذا، وتبداي حتى تغسلي به وجهك، الصراحه رطبين وزوينين وباثمنه جد جد رخيصه. يعني الوحده تقريبا تدير شي 4 دراهم بحال هكذا، الصراحه زوينين صراحه عجبوني وزوينين. خديت هاد ثلاثه في هاد الالوان، يعني ممكن يغسلو بهم الوليدات الصغار صراحه زوينين، يتستعملوا للشعر، بالنسبه للرضع تربيات صغار هكذا، وبالنسبه للكبار اولا الاطفال هكذا تتغسلي لهم الوجه ديالهم، الصراحه رطيبين وزوينين. بالنسبه لهذا الكادر ديال هذا النظاظر، حتى هما صراحه زوينين، تما الجوده ديالهم زوينه. عندي خديتهم تقريبا ما عقلتش بالثمن بالضبط، ولكن تقريبا تكون شي 30 درهم بحال هكذا، صراحه هما زوينين، وعندهم هذاك كما تلاحظوا يعني رقاقين وزوينين. بالنسبه ندخلوا للعمل ديالي اللي دابا كاين عندي في القناه، هو الكروشي. خديت هاد التشكيله ديال الكروشي، يعني 8 ديال
8 ديال الكروشيات، جودة زوينة زعما جودة عالية، والثمن جد جد رخيص، يعني تقريبا تكون شي 25 درهم على ما أظن، إلا ما خانتنيش الذاكرة، يعني تكون شي 25 درهم 26 درهم، ولكن زوينين. يعني 8 ديال الكروشيات بهذا الثمن راه مزيان، ولا ليفغيزون ديالو تتكون بالنسبة لهذا خديته بلا ليفغيزون، يعني تقريبا تكون 0.0 شي، يعني تكون شي 2 دراهم بحال هكذا، ولا 30 ريال بحال هكذا باش تجوني، يعني 0.02 دولار بحال هكذا مو تقريبا. بالنسبه لهاد المرمه حتى هي زوينه، خديتها تقريبا تكون شي 15 درهم تقريبا، الصراحه زوينه، والقطر ديالها 20 سنتيمتر حتى هي زوينه، والشكل والجوده ديالها حتى اللوين ديالها زوين. بالنسبه لهاد المقيبطات هادو تنستعملوهم بالنسبه للخياطه، يعني الخياطه تتقدري تخيطي بهم فاش تبغي تخيطي شي حاجه، ولا تبغي ديري لوغلي تتشدي به القناه ديال الثوب بحال هكذا، وتعاونك في الخياطه بالنسبه اللي تخيط تعاونو. يعني هنايا كاين عندي تقريبا 2 4 6 8 10 10 ديال البياسات، يعني رخاص، يعني تكون شي 5 دراهم تقريبا 5 دراهم. المهم غادي نحط لكم الثمن، نحط لكم الأثمنة بالتفصيل في الأخير ديال الفيديو. بالنسبة لهاد المجموعة كيف ما تطلعتوا أخواتي، هاد المجموعة كلها تقريبا تكون شي 15 درهم على ما أظن. المهم غادي نحط لكم الديتاي ديال كل حاجة الثمن ديالها في آخر الفيديو. هذا تقريبا تما يكونوا ب5 دراهم ولا 3 دراهم تقريبا هكذا، أولا 2.5 دراهم بالنسبه لهاد الفلايل اللي تيعاونونا في الكروشي فاش تنكونو تنخدمو الكروشي، وتنقدروا نقبطو بهم بحال هكذا دوك الغراز ديال في الكروشي اولا التريكو. بالنسبه لهاد الفلايل تقريبا شي 20 بياسه، ولكن ما كاملاش تكون شي 3 دراهم بحال هكذا، 2.5 دراهم تقريبا، يعني ما كاملاش 3 دراهم. والالوان ديالهم زوينين وغادي ينفعوا مزيان، وبالنسبه الى بغيتي تشريهم دابا من عند بائع داك المحلات ديال بيع هاد اللوازم الخياطه تشريهم بدرهم للوحده، يعني درهم للوحده، يعني اللي جينا نحسبوا هاد 20 بياسه تقريبا 20 درهم، يعني تيبانوا ليا رخاصين. بالنسبه للمنتوج الاخر اللي جاوني في نفس المجموعه، يعني هاد المجموعة كاملة تقريبا كما سبق لي قلت لكم يعني 15 درهم تقريبا، كاينين هاد الإبر ديال البلاستيك. المهم هاد المجموعة ممكن تستعملو في بالنسبة للكروشي أو التريكو، تا هما الصراحة غادي تينفعو اللي بغا يخدم هادشي التريكو ولا الكروشي، تينفعو تيعاونوهم في الخدمة ديالهم. هاد الإبر ممكن نخيطو بهم، حاليا بنتي تتلعب بهم تبغى تخيط تدير فيهم الخيط وتخيط بهم. المهم ماشي ريسكي بحال ديال الاخرين ديال الحديد، شويه بعدا كاين ماشي بحال. المهم هادو غنخليهم حتى الوقت نحتاجهم وغادي نخدم بهم. ما تلاحظوا كاين 6 ديال الابر و3 ديال هاد الشكل الاخر في نفس المجموعه. جاوني تاني هاد 2، كاينين هادو المهم هاد بحال هاد الاشكال بحال هاد البياسات تنحتاجوهم في الاعمال، يعني التريكو ولا الكروشي. بالنسبه لهاد المجموعه كيف ما تلاحظوا حتى هما تنستعملوهم في الكروشي اولا في التريكو. كاينين جوج العينات، يعني كاينين هادو كبارين شويه وكاينين صغارين، تما تقريبا تكون 20 بياسه. بالنسبه لهاد الاله هي يعني اله زوينه بالنسبه للي عنده الام في الظهر،
يعني تتنفع مزيان، يعني تتاخدوها ممكن انكم ديروها في الكرسي وتكاو عليها في الكرسي، يعني ما تتخليش ان الظهر يوقع فيه واحد الاعوجاج، يعني داك العمود الفقري ما تيعواش، وفيه هذوك الحبيبات هذوك اللي طالعين هكذا، يعني تيديروا بحال المساج للظهر ديالكم. وممكن انكم ديروها في الاول او الثاني او الطبقه الثالثه على حسب اختيار، وتتنعسوا فوق منها، يعني تديروها في اسفل الظهر، يعني مزيانه 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 بزاف، وتتحيد داك الالام ديال الظهر. انا عجبتني الصراحه وخديت منها جوج. كيف ما تلاحظوا اخواتي بالنسبه للموقع، هو موقع علي اكسبريس، يعني موقع زوين صراحه، يعني تتسجلوا فيه، وخاص يكون عندكم واحد الكونت بونكير باش تقدروا انكم تاخذوا تشريوا، يعني وخاص داك تفعلوا يعني الكونت ديالكم باش تقدروا تشريوا، يعني تولي عندكم ديك لا كارت دي زاشا انترناسيونال وتتشريوا بها. كما تلاحظوا اخواتي بالنسبه لهاد الفيتامين او، بالنسبه لدوك الفرشات اللي راهم بانوا في الاول الثمن ديالهم، بالنسبه لهاد المجموعه باقا ما وصلتنيش، يعني هاد المجموعه اللي في الغوز هي يعني واحد المجموعه ديال بالنسبه لي باش نوجدوا دوك لي ماسك ديال الوجه وداكشي، يعني حتى هي الثمن ديالها راه زوين، وفيها تقريبا 9 ديال البياسات باقا ما وصلتنيش. بالنسبه لهاد الملابس، هما ملابس زوينين والصراحه الاثمنه ديالهم خياليه، يعني كاينه كما تلاحظوا دولار، يعني نصف دولار، يعني اثمنه خياليه، وخديت منهم واحد الكميه كبيره، وتنتسناهم نتسناهم يوصلوا، تنتمنى انهم يوصلوا. كيف ما تلاحظوا بحال هاد التريكويات، يعني تقريبا ما كاملاش 3 دراهم ولا 4 دراهم الصراحه، يعني فيه بزاف ديال المنتوجات اللي هما زوينين، وكاينين بعض المنتوجات اللي تيكونوا ما مزيانينش، غير الواحد المهم فاش تيبدا يختار ويعرف شنو تيختار. وبالنسبه لهاد المنتوجات تتوصلك حتى للدار، يعني تيجي بالك الفاكتور حتى للدار، الا كانت عندك واحد الكميه كبيره اللي تجيك ورقه للدار، وانت تتمشي تجيبيها من البوستة او من البريد. كيف ما تلاحظوا يعني هذوك كلهم ملابس باقي ما وصلونيش. بالنسبه لهادو يعني جوارب او لتقاشر، يعني هذوك ديال البنات واللي تحت منهم ديال الاولاد، يعني كل مجموعه فيها 4 ديال البياسات، والثمن ديالهم جد رخيص، يعني 8 ديال البياسات ب 6 دولارات ونص، باقي ما وصلونيش هادو. كما تلاحظوا هذه ديك الاله كنت خديت منها جوج، يعني الثمن ديالهم تقريبا 27 دولار، مو تقريبا تكون شي 6000 ريال، يعني 300 درهم تقريبا في التوتال، لان انا خديت بالاورو. هادو هما يعني دوك السلسله والحلقات كما تلاحظوا دولار و 28 تقريبا، تكون شي 15 درهم كما قلت لكم. وبالنسبه للغورميت تقريبا دولار وشي حاجه، ولا ليفريزون يمكن كانت فيهم قليله ماشي بزاف. بالنسبه لهداك الكادر ديال النظاظر حتى هما تقريبا شي 30 درهم، وبالنسبه لهاد المقبطات ديال الخياطه 10 البياسات ب 84 0.84 اورو، هاد المرمى دولار فاصله 43 او لا اورو فاصله 43. بالنسبه لهذيك المجموعه ديال يعني داكشي اللي تنستعملوا في الكروشيه والتريكو، مجموعه كامله بدولار و 12 تقريبا شي 13 درهم. وهذوك الكروشيات كما قلت لكم تقريبا شي 2 دولار وشي حاجه، المهم شي 26 25 درهم بحال هكذا. بالنسبه للموقع كما تكليكو على الي اكسبريس تدخلوا لاباج ديالو، تلقى واحد المجموعه ديال يعني مجموعه ديال كاين يعني الملابس، كيف ما تلاحظوا يعني الهواتف، الاكسسوارات والمجوهرات، المكياج، داكشي ديال الرياضه والترفيه، يعني اي حاجه بغيتوها تلقاوها. تتكليكو مثلا كليكيت هنا على المجوهرات والاكسسوارات، عرفتوا العيالات حنايا تنبغيو هادشي ديال هادي الاكسسوار.
كيف ما تلاحظوا يعني كاين بزاف داكشي زوين واشكال زوينه، وكل واحد الذوق ديالو، كل واحد الاختيارات ديالو. بحال مثلا هاد المجموعه تدير 3 دولار و60، وكاين بزاف بزاف يعني ملي تدخلي يعني غير ممكن انكم تدخلوا ديروا اطلاله وتدوروا وتتشوفوا داكشي، ويعني داكشي تيشهي انك تشري منه. يعني كما تلاحظوا كاينين الساعات، كاين فولارات، كاين هاد الشيلان، النظارات، كلشي داكشي كاين موجود عندهم. وداكشي كاين اللي كاين الحاجه اللي ما تكونش جوده، ما تكونش عندها شي جوده اللي هي زوينه، ولكن كاينين اللي عندهم جوده زعما كاين تيكونوا عاليين الجوده والثمن تيكون جد جد مناسب، اكثر من جد مناسب يعني زوين، و تيوصلوا كاين اللي تيتعطل وكاين اللي تيجي في يعني في واحد المده قليله. داكشي على حسب كل فوندور، انت والفوندور اللي شفتي، وفاش تدخلي تتبغي تاخدي واحد البرودوي تدخلي وتتشوفي لي كومونتير اللي حاطين الناس، يعني تيشكروا لك هذاك الفوندور ولا ما تيشكروش. الا كانوا تيشكروه تتشري من عنده، كانوا ما تيشكروش غادي تمشي تشوفي فوندور اخر، يعني عطى الله دي فوندور اللي تاخدي منهم. وكاينين دي بروموسيون، كاين يعني الموقع انا بعدا كاين عجبني حاليا كاع هاد المنتوجات اللي خديت، ويعني تانيت في الشراء ديالهم، يعني داكشي وصلني مزيان. وتنتمنى ان الفيديو ينال اعجابكم، وما تنساوش تشتركوا في القناه بالنسبه للمشتركين الجداد، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش ديما توصلوا الجديد. والى فيديو مقبل باذن الله.